عندما طلق رجل امرأة ولديه منها ثلاثة من الأبناء فضل الشيخ، فهل ينفق على الأبناء والمرأة حتى يبلغ هؤلاء الأبناء سن البلوغ والتكليف، أم ماذا فضل الشيخ؟ أرجو التوجيه في مثل هذه المسائل. نعم، إذا كانت المرأة فقيرة فإن نفقتها واجبة على أولادها، وأولادها يجب عليه هو نفقتهم، فتكون نفقتها واجبة عليه تبعا لنفقة أولاده. نعم. فحينئذ تستمر نفقتها على الأسرة إلى أن يبلغ الأولاد قادرين على الكسب فيتوظفون أو يشتغلون في عمل منتج، فحينئذ تسقط عنه نفقتهم. أما قبل ذلك فيجب عليه الإنفاق عليهم. ثم بعد ذلك لا بد أن ننبه المستمعين والمستمعات أيضا إلى أن حصول الفرقة ينبغي أن يكون معه قضية الاحترام والتقدير والمودة التي كانت، ولا تنسوا الفضل بينهم. نعم، وأن الله رتب عليه أيضا قضية الحضانة. نعم، وهذه حضانة الأولاد الذكور للبلوغ قادرين على الكسب والإناث حتى يدخل بهن أزواج، وفيها شروط الحاضر. نعم، لا بد. سنتحدث عنها في حلقة منفصلة إن شاء الله فضيلة الشيخ. لم يبقى في لي في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه الثناء المعطر والشكر الجزيل لفضيلة الشيخ العلامة دكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين والمستشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، على هذا الطرح الهام حول هذا الموضوع الذي نجونا منه وساهمنا في استقرار الأسر والمجتمعات. فجزاك الله خيرا ونفع الله بك فضيلة الشيخ.